مشيناش صحنا نطلعوا في الجبل، كل ما تطلع في الجبل الثلج يطلع. بون البرد السروال شكون تهز وقت تلقى الكور تاعي بعد مقلاص السروال البون تنحيه يقعد واقف. عمر بالحطب، عمرنا بالحطب شعلنا النار طفينا الحمد لله. النهار هذاك منعنا والموت ثلاث خطرات وانا نشوف فيها اخي العزيز. ليكيب السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رانا مع خونا اشرف. اخي هكذا ما غلطش. اليوم رانا في ليون. اليوم خونا اشرف راهو راح يحكي لنا الباركور ديالو، الرحله البريه اللي دارها باش حتى لحق لهنايا لاوروبا. ريحوا معنا وتبعوا الفيديو حتى الاخر. قلت لك جاي طريق، خرجت من الدار وتراس دي صمر اش عليها كيما دوك. قعدت شهر في الترك، قعدت شهر في الترك، تعرف نافيكي كدا، تعرف الطريق، تفهم تزنيقه تاع عباد الطريق كيف مرسومه تحفظ. ثم تهز على حد، ثم تهز عليه حابين يحرقوا لهم الحركه تما بزاف ثاني، تهز عليهم قدام حاجه ثم النيقه تاعهم كيف مشاو كيف تحكموا كيف داروا. ايا قلت لك لو 13 جونفي، قعدت شهر لو 13 جونفي خرجنا، خرجنا انا وزوج صحابي هذا يا ربي يذكرهم بالخير اسلام وجلال وزينو. خرجنا كان في اربع قسنطينيه مع بعضنا ومعنا اربع مراركه. ايوا ديماري على ربي العسكر ما تلاقيناش. خلاص اخي الزين العسكر طري كومبلي ما تلاقيناش. عندنا عندك اربع مراركه هذوك مدينه سليمه في النقطه زعما هذيك، انا نقطه اسمها دينو 50 هذيك تجي طاكسي زعما تهزهم. ايوا هذه في بلغاريا صح. مشينا فين شو مشينا اربع ايام، اربع ايام وصلنا لنقطه 52 مازالتنا مشيه تاع نهار ونص. نقطه 52 باقي نستنى في الطاكسي باش نزل من الاركاد وما جاتهمش. ايا عينا في ما يكملوا معنا يكملوا معنا، قال لك ما نكملوش نوليو حنا. ايا ربي سهل. قعدنا حنا في اربع قسنطينيه مع بعضنا ودوك هما مازلنا مع بعضنا. بعد قلت لك هذوك سما سلموا راحهم راحوا، حنا كملنا نهار ونص ساعنا. يومين ما كليناش اخي الزين، يومين شت كنقول لك الماء من العطش الماء تلقاه خامج. هذيك لعبت عليه الطاكسيات نهزو ونشربو. هذه في بلغاريا هذه الدعوه صاحيه ما كانش النو منا. كملنا نهار ونص هذاك وصلنا منين نركبو ترى الاخر على الربعه. حنا وصلنا على الربعه ونص سما نسمى الربعه تاع العشيه نستنى حتى 6 تاع الصباح. 6 تاع الصباح يدي ماري ترى. ايوا قعدنا تحت مدرقين زعما تما نستنى في 6 تاع الصباح قالت لنا الشر. هاي ريسكيت انا ستيكيت راه لبست قشي نظيف ستيكيت روحي وخرجت قدام لابوليس. لقيتهم دايرين بعراج شفت قدامهم كنقول لك تحكم واحد خلعه خلعه مش نورمال صاحبي. خلعه مش نورمال تولي قدام لابوليس بك في اي لحظه يقول لك ستوب طريقه تنعتي لا كارت تلقى روحك في الترك صاحبي ولا تلقى روحك في الخمس. رحت عقون من الاخر خشيت الحانوت طحت عقون نزل الحيط عطيتها اللي هما يخدموا بالليفا عندهمش يخدموا بالليفا صرفنا في الترك عطاتها الليفا عطاتني الصرف ديماريت عاود توليت نص الطريق تفكرت دخان لازمنا الدخان عاود توليت طحت له ثاني عقون هما تسمى يعرفوك حراق عيطوا لابوليس روحوا كاين واحد. ايا قلت لك طيحنا عقون خشيت عقون بعد دخلت ورا الكونتوار متحد بالتيش دخلت ورا الكونتوار نتي الدخان قلت لي خير وهنا فيهم هزيت الالام مسقيفه واسمها الالام اللي جا في عيني بعد هزيته الالام. رحنا ركبنا الصباح طاحت الليل بدينا ندورو في الفيلاج حنا في اربعه ندورو بركاك تعرف ولات 6 تاع الصباح رحنا الربعه رحنا قدام لاكار بعد وين نركبوا كي رحت لي طواليت حاشاك قعدنا فيهم من الربعه تاع الصباح حنا نستناو 6 جات ترى ركبنا الحمد لله ما كانش لي كونترول كونترول سما يقاك عيطت لابوليس قلنا كونترول مرا تعاون حراقه. ايا الحمد لله وصلنا للعاصمه صوفيا. صوفيا قعدنا فيها ثلاث ايام ثلاث ايام في واحد الدار هكا من بعد قلنا ديك النهار زعما بدا نمشيو النهار هذاك الثلج الثلج كنقول لك واحد الثلج لا غالب سي بون سما قلعنا مشينا شفت حنا نطلعوا في الجبل كل ما تطلع في الجبل الثلج يطلع الثلج يطلع ديمارينا شفت عليها جوي 6 تاع العشيه 6 تاع العشيه ديمارينا باقي غنمشيو نمشيو 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 حتى 4 تاع الصباح سي بون قارينا سيبو البرد السروال شكون تهز وقت تلقى الكور تاعي بعد مقلاص السروال البون تنحيه يقعد واقف. هاي شوف ربي قاعد يمشي لقينا واحد الخرب ديار قدم
الطرب لقينا وحده لقينا فيها ديجا الفراش مطارح الزور لقينا واحد البيدونه كتحديد عمر سما باينه معمر بالحطب عمرنا بالحطب شعلنا النار طفينا الحمد لله النهار هذاك منعنا هذاك النهار ثاني تاع موس منعنا فيه ايا الصباح دفينا لقينا الزور قلت لك غطينا بها الصباح هزنا زينا قش من تما لقينا تما قش في الخزانه زدنا لبسنا كثرنا القش هزينا الزور وديمارينا زدنا مشينا هذاك ثاني مشينا واحد النهار تسمى من 6 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه حنا نمشيو خشينا صربيا مشينا واحد الربي واحد 10 كيلو جاونا لابويس صربيا حكموا لها ديريكت باقي نحكي معاهم ديونا الكامب ديونا الكامب ما يرجعوناش عاودوا رجعونا عاودوا شك عاودوا ولينا اسمو يحطوك مع الحدود يحطوك مع الحدود بعد نيت وليت تلقى العسكر تاع بلغاريا يديك داك الترك حنا جو الباقي نسبعوا فينا سكيفينا لا مهربنا لهم من هنا هربنا من هنا زدنا هبطنا لقيناهم في الفيلاج كاع راه شينا هاربين بتنا لقينا واحد زوج بعد ثلاث مرار كاتاني مدركين في واحد الخربه قعدنا معاهم خممنا لقينا واحد الكامب تما كامب عائلي رحنا ريحنا فيه شويه دوشنا لوبوزينا لوبوزينا واحد 10 ايام ميم با لوبوزينا غسلنا قشنا نضفنا شويه كلينا زينا صحتنا زنا ديمارينا زعما الفيلاج هذاك كاين كيران يركبوا ومن بعد الحراقه في الزدوه عاد ما يركبوهمش تمشي 75 كيلو ابي باش الحق البلاصه اللي نركبوا منها ايا خممنا قلنا ديماري سما نقولوا بارك زعما 6 تاع العشيه توصل غدوه 6 تاع الصباح حساب مشينا نهار هذاك بدا تصب النوب بدا تصب الثلج اخي العز الثلج هنا وصل لي هنا مشينا 65 قعدوا لنا شويه على 10 كيلو ونوصلوا الثلج وصل هنا ما كانش كيفاش افونسي تمشي قد منا الكاميرا لهنا سي بو سموت يجي الاخر يزيد يمشي شويه تمشي قد منا لتحت تحكم على ثلاث سوايع دورنا خاوتي كيف درنا معنا مروكي قلنا لنا نحبس لهنا ما نكملش معاكم قلنا له محاس ما نخليوه خممنا يا ولينا زدنا 65 كيلو للكامب هذاك زدنا لوبوزينا النهار هذاك غدوه زدنا عاودنا مشينا مع الطريق هيا الحمد لله وصلنا قعدنا واحد ربع كيلو زادوا حكمونا لابوليس زعما باه نركبوا ربع كيلو حكمونا لابوليس عاودوا قالوا لنا نديوكم الكامب ومنا قلت ما نركبش انا قلت اخي قلت ما نركبش سمعي عاود رجعك الكامب هذاك بعيد زيد عاود تمشي قلت ما نركبش انت دينا منا قلنا اوكي دور قلت دور الطاكسي باه نركب راه دور الطاكسي ركبنا داونا البوست بوليس زعما زو اسامين داونا الكامب بتنا في الكامب هذاك معمر افغان حاشاك افغان خامجين خماج مش نورمال ايا قعدنا نهار وصلنا على 6 تاع العشيه كلينا طلعت رقدت 5 تاع الصباح جاتني الفطنانه 5 تاع الصباح باقي نخمم وندور ركبها ما كانش نزيدو نمشيو 25 كيلو سما 25 كيلو ما تضرحش خاوتي كيف نديرو يا مشينا 25 كيلو هزنا خشينا الكامب قعدنا فيه نهار تما كاينه الركبه ايا رحنا انا وثلاث صحابي شغل تفرقنا رحنا ثلاث صحابي وهذاك اللي قلت الرابع اللي معنا هذاك راه وحده شغل صار له مشكل ديال لابوليس وصلوه ديجا بعد حنا مشينا فيه ثلاثه حكموهم هما في زوج رجعوهم للكامب انا قعدت وحدي ما تحلبوليش ديماريت السان تي في ركبت طلعت بلغراد عاصمه ساعه صربيا طلعت لبلغراد تما باقي نستنى في السان تي في نستنى فيهم كيجيو سمع على بالي كيسمع رجع من بالك هذا يوليو تمينا تما طلعنا لشيد زعما شيد نتمونطا في الترانات حنا وصلنا لشيد قلنا دوك اللي تمونطا والدعوه من سيريا قاعدين يرجعوا كذا كيف نديرو عاودنا هبطنا لتحت خشينا على البوسنا تجري قنطره قد هذه لازمك تجري على الاخر لابوليس مع الاخر تاع الحدود يجري اخر الزين كما كبات 6 مترات في لوطو اللي وصلنا طفل صاحبي الاول ساطر منع انا شغل هكا تصوطي 6 مترات حكمت هذيك صوطيتها لا غال ما كانش كيفاه كنقولك شعره كرشي كوبي خرجت تقيتها صوطيت انا طفل صاحبي هذا منعنا مسك السما الحمد لله ما تكسرناش ربي معانا الطري كومبلي ربي معانا دعاوي الخير ومنا هيا زدنا تلامينا في السان تي في وصلنا لبوسنا وصلنا للفيلاج الاول صاي ما بقاش يرجعوا بوسنا مسلمين ويتهلاو في الحراقه ركبنا رحنا تما كاين ثاني كامب كالعاده رحنا الكامب دوشنا نطوينا روحنا هيا قلنا نزيدو نقلو من تما نزيدو نطلعو طلعنا الكامب خلاف وصلنا على 5 تاع الصباح كيف نديرو هبطنا واحد الكامب فطرنا فيه تغدينا لمينا حوايجنا زدنا مشينا ابي بعد خشينا الاخرى كرواتيا
هي كرواسيا شغل شافونا لابوليس وغفلوا، احنا بنتنا شغل مغفلوا علينا خلونا نروحوا، هما معيطوا ديجا لاري جاي شغل شافونا بزاف ما يقدروش، عيطونا للدوال الجاي لقينا دي باترول كدا دي مارينا كار معمر 23 حراك بيانا 23، وصلنا للسانتيفي هذيك لقاو لابوليس طلعوا ايا عطني باسبور، باسبور ما كانش، هبط 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 ايا انا منعت لهم الحمد لله داوي الخير، غير انا اللي منعت من 23 حراك هبطوا بكل قعدت انا غير انا ايا كملت انا العاصمه تاع كرواسيا، ركبت حكمت تيكي تاع سلوفينيا ديريكت، خشيت ديريكت لسلوفينيا حكموني في الحدود باش رجع، رحت ليه انا رحت البوليسي قلت لي حراق اللي ما عنديش كوارت كذا بيديني الكامب يا سما الطاقه غلبت الطاقه دي كومبليس ما جبتها في الطريق سي بون داوني الكامب سما باقي غير يلمو سما لي لحقوا داونا الكامب صحابي داوهم تاع كرواتيا بصموهم كذا داروا لهم البصمه عادوا طلقوهم، انا رحت الكامب رقدت روبوزيت بيا الصباح لقيت صحابي زنت لمينا تما سلوفينيا سما سايك في اوروبا بعد باقي تما سلوفينيا تعرف ما فيها والو دورو يا مليحه سلوفينيا سما باهيه تحت حواس كذا مي مش تاع حراقه قليل اللي يقعد فيها هي كاين بزاف لي هضرت معاهم كيفاش جاو جميع واحد لقى سلوفينيا يقول لك بزاف شابه هذيك البلاد نقيه نقيه ومليحه وكي تروح ليها تقعد فيها كون هكا تعود عندك دراهم ونقولوا تروح تقعد فيها مليحه هي انا قعدت فيها واحد السمانه هكا خشيت لطليان خاشين طليان زاد كيف نفس الحكايه في الحدود تاع طليان تحكموا زوج صحابي هذو وانا منصت كملت خشيت لطليان تما تفرقنا انا قعدت شهرين في طليان طليان ثاني واش نقول لك واش من جهه كنت في طليان في ميلانو ميلانو تما صح اوروبا هنا فرنسا اخي العز ما كان والو ما كان والو تما نظافه كذا ماك تشوف الدنيا هنا خامجه لي صونس قعدت شهرين عقبت رمضان تما عند خالي تما تما في طليان سما كثر خيره عليه كل حال قعدت عنده يعطيه الصحه سما دار معايا المليحه باه واحد يهزك قريب شهرين اسما ودار مليحك فهمني وما خلانيش نجي هنا قال لي على روحك فهمني شغل كي ولدو قلت عنده شهرين يا صحابي وصلوا لي هنا حكينا يا قلنا قلت نجي عندهم تما ما كان والو نافيغاج ما نعرفش الفيلم كيف الحكايات كذا هاي جيت هنا هما ديجا كانت عندهم دار فكروا سما دار سما جيت ديريكت ساكن قعدنا شهرين زادوا خرجونا من الدار حفظنا ديجا شهرين حفظنا الفيلم فكرنا سما كنت قايق حنا وفي دار وهذه هي الطريق فيها التكا والموت ثلاث خطرات وانا نشوف فيها اخي العزيز ثلاث خطرات صاي مت انا وصحابي صاي قلنا نديك العريه ومتنا ربي كان لقاو خربه نخشوا بعد ندفعوا فيها تعاود تولي الروح هذيك جينا هنا لفرنسا اخي العزيز جميع واحد حاب يجي حراق الطريق واعره بزاف غير اللي قلبوا حجره لازم قلبك حجره باش تقدر تجي الطريق هذيك بوطيك تعرف بوطي سريع اللي عنده عليك ولا دراهمك سريع ثلاث سوايع هنا اخي العز واحد ما يقول لك الغربه مش مليحه ولا مليحه ارواح سيد ارواح شوف بعينك كان يجي اخي العز شهر تصلح له تلقاه فكر واحد خدم في رزق اموراته وخدام كان اللي عنده 3 سنين هنا ما دار والو كان عنده اللي 15 سنه ما دار والو فهمني كل واحد تسمى قال لك اللي عنده 15 سنه ومش صالحت له يقول لك اوروبا مش مليحه وليت تحكي مع واحد عنده شهر لهنا وصلحت له يقول لك اوروبا مليحه فهمني تسمى كل واحد وكفاه اخي العز حاب يجي تسمى يجي يشوف بعينيه عجبته ما عجبتوش يروح واش يدير يطلع لا سويس يديك ناري هبطوه يعطيو له 2000 على 40 مليون اخر عزيز وبي سالك وك هبط روحت المهم اللي يقول لك اللي عاش وشاف خير من اللي عاش بزاف هكا اخر عزيز دوك انا هناك ما نقولوا اللي عايش وقاعد نشوف وما زلت ومانيش هابط البلاد اما داك الشتيني البلاد نسايها انا مانيش عايز نجي البلاد غير داك خدمت كوارتي نجي نطلع على ميمتي ان شاء الله ولا كان صلعت نطلعك ماشي انا اللي نهبط البلاد سيبو ما عطاتنا والو كرهناها بصح مازال نحاربوا عليها نحاربوا على البلاد الدم ودرابو منا نحاربوا عليه مي اللي حاكمينها ما عطينا داروا والو ما درنا والو فيها وهذه يا اخي حكايتي خويا اشرف نسخيك برك الرحله هذه قال لي درتها والريسك اسكو تستاهل الغربه هذه كاع الريسك اللي درته هنا ولا اخي عزيز شوف الريسك هذاك ما يستاهلش هنا في فرنسا انا شفت اسمها فرنسا ما مي في حوايج الساهل سما انا كما نقولوا العبد موالف بالريسك انا من الصغر مريسكي بعد سما جاتني شغل مغامره كما نقول لك شادوك طلعنا سون جيوغرافيك ومن هكاك حكايتي انا
انا عقبتها شغل نورمال عجبتني وكذا وفازت والحمد لله واني في اوروبا واني كنشوف واني عايش والحمد لله نلبس مليح ناكل مليح الحمد لله. الشيء اللي ما قدرتش نديرو في البلاد قدرت نديرو هنا الحمد لله. مانيش مخصوص ما نطلبوش. كي تحيل لك تحيل لك تروح تبيع زوج كراج دخان عندك 30 اورو عندك 30 اورو تاكل تشرب مليح ثاني 30 اورو توكلك وتشربك وكلش. سما مش خساره اوروبا. انا واحد من الناس ارواحو الاوروبا من الاخر. سما انا واحد من الناس نقول لهم ارواحو سييو نقول لهم مش ما تجيوش ارواحو سييو. كاين قادر واحد يجي تصلح له وقادر واحد يجي ما يصلحلوش يعاودو يولي للبلاد. وبزاف لي جاو عاودو ولاو بزاف لي جاو وهبطوهم عاودو زادو طلعو لغربة على واه صلحت له. فهمني اخي العزيز. سما ديجا كاين بزاف لهنا يهبطو من البلاد يقعد ميم با شهر يعاود يطلع على واه يطلع. كون جات غربة ماشي صلحت له على واه يطلع يقعد يقول لك انا قاعد في البلاد وكندير بروجي في البلاد وانا عايش حياتي. فهمني. والغربة الجامع غربة الجميع الناس اللي هاجرنا نمشيو ولا يحكموك العسكر واش حيديروا. تخاف غير من الموت هذاك ساعه البرد ومنه يحكموك العسكر واش يعاودوا يحكموك يعاودوا يرجعوك الحدود عاود تخش للترك. قدام واحد كاين واحد بزاف الترك 17 خطره 18 باش حتى توصل. وكاين واحد كيما انا الحمد لله خطره الخطره الاولى الحمد لله انا لهنا. فهمني. وحنا عايشين في دي يوم مازلنا نزيدو نروحو باري مازالت اوروبا كبيره. ما تصلحلكش هنا في فرنسا عندك طليان ما تصلحش في طليان عندك الاسبان عندك الاسبان عندك هولندا هولندا ثاني مليحه الالمان. سما اوروبا كبيره وكل واحد وين يصلح له. كاين يعيش في المانيا وعجبته كاين يعيش هنا وعجبته كل واحد وكيف اخي العزيز. كيما انت اخويا اشرف جماعه اللي حركت معاه الجروب اللي جيت معاه كاع جازوا لحقوا لاوروبا ولا كاين اللي ما جاش؟ قلت لك حنا في ربع جينا قسنطينيه هذوك سلموا رحم ولاو حنا في ربع قسنطينيه رانا هنا. انا هنا كنا متيمين هما شو راحوا يديروا لازير في لاسويس وحده في لاسويس وحده في المان والاخر ثاني في لاسويس وشو راح يديروا لازير برك عطيهم الكارطه يعاودوا يجيو. من المهمين حنا نخدموا مع بعضنا نافيغي الشيء اللي كتب ربي ناكلوا مع بعضنا كي كي جيبك واجيبي حنا كافي في ربعه جيبك واجيبي. ولا كان يشوفوا الفيديو تحيه ليهم وكما نقولوا ارواحوا ارواحوا والله ارواحوا ما تكونش ديروا في البلاد ارواحوا خارج ارواحوا. يعطيك الصحة اخويا، خويا اشرف نسقسيك برك وشنو انت هو البروجي ديالك هنا في اوروبا واش راك حايب دير؟ والله يا اخي العزيز شوف انا حاب نصافي الدار انا حياتي عادية. سمعني عايش الحمد لله ماهيش مخصوص دوك انا حاب نصافي الدار انا حاب ماذا بيا نعيط لما نشوفها تضحك بابا مو خاص والو فهمني. نصافي الدار ونصافي روحي بعد ومانيش حاب نعيش معيشة عايشة في البلاد اخي العزيز. انا حاب نعيش كيما نقولوا واحد كلاس عايش حياته في البلاد. شري اخي العزيز صباط يشرى صباط شري صاشي تهز صاشي كحليش واش فيه نصها. هذه بلاد اخي العزيز هنا ما يمرضوش بيك هنا واحد مشي معاك مش مرض بيك ديك شت هنا وصوفي والدار وخاوتي والحراقه كتشوف ليو كومبلي حراقه اولي ما جاش ربي معاه ولي حاب يجي مرحبا به وليو قال لك ليو حنينه وهاجروا تصحوا كيقولوا هكا هاجروا تصحوا. بارك الله فيك خويا. اللي مش خارج عليه الجزائر ليو تلموا ليو تلموا. يعطيك الصحة. كانت هذه حكاية خونا أشرف كل واحد حكايته كل واحد كيفاش جا كاين اللي جا على البر كيما خونا كاين اللي جا على البحر كاين اللي جا فيزا ليزونسيال ديريكسيون واحدة اللي هي الغربة. ربي يوفق الجميع إن شاء الله ربي يفتح عليهم جميع مغبون سواء هنايا سواء في البلاد. وتحية كبيرة كبيرة خاوتنا الحراقة وين ما كانوا والفيديو الجاي إن شاء الله. السلام. الله في أرواحكم خاوتي. سلام.